السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد على قناة المحسنات. حلقة اليوم إن شاء الله أشارك معكم أفضل برنامج لاسترجاع الملفات المحذوفة من على الحاسوب. سبق وقدمت في ثلاث حلقات في الشهر الحالي أو الشهر الماضي، سبق وقدمت ثلاثة برامج لاسترجاع الملفات المحذوفة، تجدونها إن شاء الله على القناة الخاصة بي. ولكن البرنامج الذي سوف أقوم بشرحه اليوم برنامج استثنائي وأفضل تقريبا وأقوى برنامج لاسترجاع الملفات المحذوفة أنا شخصيا عملت به تقريبا منذ سنة 2012 إلى الوقت الحالي، من وقت إلى آخر أقوم باستخدامه. السلبية أو الشيء السلبي في البرنامج أنه لا يعطيك أي فترة مجانية لتقوم باستخدامه، يجب أن تقوم بشراء النسخة المدفوعة أو يمكنك أن تقوم بالبحث على السيريالات والكراكات لتفعيل البرنامج. وأنا شخصيا على القناة الخاصة بي لا يمكن أن أقوم بتقديم الكراكات والسيريالات لتفعيل البرامج لأني تلقيت العديد من الإنذارات على اليوتيوب. لذا سوف أشرح لك البرنامج فقط وطريقة تفعيله أو البحث على السيريال، سوف أتركها لك شخصيا. إذن على بركة الله، رابط تحميل البرنامج تجدونه أسفل الفيديو على الموقع الخاص بي عندما تلج إلى المقال الخاص بالبرنامج. هنا تجد طريقة عمل البرنامج بالصور والكتابة، وكذلك سوف أشرح لك اليوم إن شاء الله طريقة استخدامه بالفيديو. تقوم بتحميل البرنامج من الرابط الرسمي الخاص بالموقع من المقال أسفل المقال تجده إن شاء الله. بعدها تقوم بتحميل وتثبيت البرنامج على الحاسوب الخاص بك. عندما تقوم بفتحه هذه هي الواجهة الرئيسية الخاصة بالبرنامج. تظهر لك إيقونتين، الإيقونة الأولى خاصة بريكوفر فايلز يعني استرجاع الملفات في حالة كانت مفقودة أو تم حذفها أو أثناء تفريغها من سلة المحذوفات على الحاسوب الخاص بك أو أثناء حدوث عطل على أحد البرامج. وفقط هذه الملفات تختار الخيار الأول، تضغط على Recover Files ثم تضغط على Next، ثم تقوم بتحديد القرص الذي فقدت منه البيانات، مثلا قرص D أو C أو F أو أي قرص كان على الحاسوب الخاص بك. أما في حالة ما كنت فقدت الملفات الخاصة بك بسبب حادثة، مثلا تهيئة أو إعادة تثبيت الويندوز على الحاسوب الخاص بك، أو بسبب إعادة استعادة النظام الخاص بك، أو بسبب حدوث عطل في القرص الصلب الخاص بك، تختار الطريقة الثانية وهي Recover a Drive يعني استعادة قرص، ثم تضغط على Next. بعدين تقوم بالضغط على Next بنفس الطريقة، تختار القرص المراد استرجاع منه البيانات، مثلا القرص D أو U أو F أو أي قرص متواجد على الحاسوب الخاص بك. ويمكنك أن تقوم باختيار القرص الخاص بك بشكل كامل بالضغط على الإيقونة الأولى. بعدين تقوم بتحديد القرص أو تقوم بتحديد القرص بأكمله، تضغط على Next بنفس الطريقة. بعد أن تضغط على Next يمكنك أن تقوم باختيار الطريقة الأولى لاسترجاع الملفات، Automatic Drive Recovery يعني أنه يقوم بالبحث على جميع الملفات التي تم فقدانها على الحاسوب الخاص بك. أما بالنسبة للطريقة الثانية يعني في حالة ما كنت تريد أن تقوم بمثلا تحديد ملفات معينة فقدتها، مثلا فقدت صور أو ملفات مثلا أو وثائق أو فقط فيديوهات أو برامج وغير ذلك، تقوم بتحديد الطريقة الثانية ثم تضغط Drive Recovery Using Selected File Type ثم تضغط على Next. بعد أن تضغط على Next سوف تظهر لك قائمة طويلة بجميع البرامج والتطبيقات وغيرها. مثلا إذا كانت الملفات التي فقدتها على شكل صور، تقوم هنا بتحديد الصور. إذا كانت الملفات على شكل وورد أو إكسل أو
باوربوينت أو غيرها من الملفات الأخرى تقوم بتحديدها من هنا. مثلا كانت الملفات الخاصة بك إيميلات، يعني أنك فقط مثلا إيميلات، تقوم بتحديد الإيميلات من هنا. مثلا كانت الملفات الخاصة بك ملفات صوتية، تقوم بالضغط على ميوزيك أو تقوم بالضغط مباشرة على ملتي ميديا، يعني أنها سوف تقوم بتحديد ملفات الصوتية والفيديو. كذلك يمكنك أن تقوم بتحديد الفيديو بشكل مباشر، ويمكنك أن تقوم بتحديد مثلا ملفات الويندوز. يعني يوجد العديد من الخيارات التي يعطيها لك البرنامج، بعكس بعض البرامج التي تقوم بالبحث أو استرجاع الصور فقط والفيديوهات. برنامج اليوم برنامج استثنائي، أنا شخصيا أو على ضمانتي الشخصية برنامج قوي جدا، ولكن للأسف أنه لا يعطيك فترة تجريبية لتقوم بتجربة البرنامج، بل يجب أن تقوم مباشرة بشراء النسخة المدفوعة أو استعمال برامج أو كراكات للتسجيل في البرنامج أو تفعيل البرنامج. بعد أن تقوم بتحديد الملفات مثلا، تضغط على ستارت، سوف يبدأ مباشرة البرنامج بعمل فحص شامل للحاسوب الخاص بك للبحث على الملفات المحذوفة أو المفقودة. ما عليك إلا الانتظار إلى غاية استكمال البحث على القرص الخاص بك، ثم بعد ذلك تقوم باسترجاعها. مثلا عندما سوف يجد، ننتظر الآن ليقوم بإيجاد بعض الملفات. نعم، ظهرت العديد من الملفات الخاصة بي. أقوم أنا الآن بتوقيف البرنامج عن البحث، أضغط على سكيب ثم أضغط على أوكي. ننتظر قليلا ثم أقوم، مثلا أريد أن أقوم باسترجاع هذه الملفات، أقوم بتحديدها. مثلا تقوم بتحديد الملفات التي تريد أن تقوم باسترجاعها، ثم تضغط على سيف أو ريكوفر فايلز، ثم تضغط على سيف. البرنامج لم يتوقف بعد. بهذه الطريقة يعني عندما ينتهي البحث على الملفات المفقودة، تقوم بتعيينها من هنا على الجانب ثم تضغط على سيف. عندما تضغط على سيف تقوم بتحديد مكان حفظ الملفات، وسوف يتم استرجاعها بشكل ناجح إن شاء الله على الحاسوب الخاص بك. إخواني الكرام، إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية الحلقة. أتمنى من صميم القلب أنها قد نالت إعجابكم. رابط تحميل البرنامج كما قلنا إن شاء الله تجدونه أسفل الفيديو. كما لا تنسى أن تضع لنا تعليق تحفيزي أسفل الفيديو ولايك له ومشاركته ليستفيد الجميع. وإذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة المهوسنات، لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك للانضمام إلى أزيد من 23 ألف متابع، ولا تنسى أن تقوم بتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل التنبيهات مستقبلا إن شاء الله عندما نقوم برفع حلقات جديدة على القناة. ولم يبق لي الآن سوى أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.